السؤال: هل تتفضلون بمناسبة القطيعة بين الزوجين بتوجيه الأزواج إلى ما ينبغي أن يكون عليه حتى لا يحدث مثل هذه القطيعة؟ فسأل الزوجين يجب عليهما على كل واحد منهما نحو الآخر الأسرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وأمر الزوجات أن تعاشر أن يعاشرن أزواجهن أيضا بالمعروف، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تطيع زوجها وأن تجيبه، يعني في غير معصية الله، وأن تجيبه إذا دعاها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب. وقال: لو كنت أحد أن يسجد لأحد غير الله سبحانه وتعالى لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلا شك أن بين الزوجين حقوقا عظيمة يجب عليهما مراعاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، مما يدل على وجوب المسؤولية بين الزوجين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على الزوجة حتى ولو كان فيها بعض الطباع التي يكرهها الزوج، أن فيها من الطباع الطيبة الأخرى ما يعوض عن ذلك. وأخبر أن من طبيعة المرأة أن يكون فيها شيء من الاعوجاج، لأنها خلقت من ضلع أعوج، من ضلع، وإن أعوج الشيوخ أعلاه، فإن استمتع بها استمتع بها وبها عوج، وإن ذهب يقيمها كسرها، وكسرها طلاقها. فلا بد من وجود شيء من الزوجة، لكن على الزوج أن يصبر، لأن المصلحة أكثر من المضرة. الله تعالى يقول: فإن كرهتم وعاشروهن بالمعروف، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لو تكلمتم الحد الحاصل بين تحمل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ما هو الحد الفاصل؟ أن لا يكون ذلك في معصية الله. فإذا كان أحد الزوجين يعصي الله سبحانه وتعالى معصية كبيرة من الكبائر، فلا يجوز للزوج الآخر أن يسكت على هذا المنكر، بل عليه أن ينكر وأن يطلب من فاعل المعصية الكبيرة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤثر على الآخر. وأيضا الإثم يشمل من سكت على فعل المعصية، ولا سيما غير الزوجين، لأن أحدهما يخالط الآخر مخالطة ويلابسه ملابسة، هذا لا يجوز لأحدهما أن يسكت على معصية الآخر. أما إذا كان الأمر هو أمر شخصي في يعني في حق الإنسان، فعليه أن يصبر ويتحمل. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.